لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جميل جدا من الفنانة منال حدلي يستاهل مليون لايك. نشرت الفنانة منال حدلي فيديو على الانستجرام وهي تصلي وتقرأ القرآن، وكتبت على الفيديو الحمد لله، وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا من الجماهير ونال إعجابهم، لأنها نشرت قبل كده وقالت إنها اعتزلت الغناء وتابت إلى الله، وانهارت في الفيديو اللي قالت فيه إنها اعتزلت الغناء. والنهاردة نشرت فيديو وهي تصلي وتقرأ القرآن. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك واكتب كلمة حلوة للفنانة منال حدلي في خانة التعليقات علشان تشجعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ندمت عايز قدر الله المساء الفعل أنا ندمت. كشفت الفنانة منال حدلي أن قرار اعتزالها الغناء أصبح في جيبها، بل على بعد خطوة واحدة فقط، معترفة بأنه ما ينفع غير الصح. كما ستتطرق منال في ذات الحوار إلى العديد من المواضيع، وعند سؤالها فرضا لو اعتزلت مجال الغناء ما هو أقرب مشروع ممكن ان تفكر فيه، منال حدلي اجابت بسرعة البر وبدون تفكير: اذا ما حدث واعتزلت الغناء اكيد المجال الذي ساعود له هو مجال التعليم، لاني احبه جدا ومتمكنة فيه، ولاني متحصلة على شهادة ماستر في الترجمة باللغة الانجليزية. وعند سؤالها ايضا في حال اتخذت قرار الاعتزال هل سيكون القرار سهلا ام صعبا عليك، ردت: اعتقد انه سيكون سهلا باذن الله، لانه في قلبي كاين ايمان قوي اللي راح يخليني نفكر في الاخرة قبل كل شيء، كما انني على يقين ان جمهوري الذي يحبني ويتابعني سيكون سندا لي اينما كنت ويحبني كيفما كنت، بالتالي انا متأكدة من ان جمهوري ما يحبش غير فني فقط، وانما يحب منال الانسانة. يعني قرار الاعتزال سيكون سهلا ما دام جمهوري في اكتافي. بعد قرارها خلع الحجاب الفنانة منال حدلي مؤخرا تعرضت لانتقادات واسعة تقول انها اثرت عليها سلبيا. قالت منال حدلي في احدى الظهور لها ان الحجاب بالنسبة لها فرض، وبالرغم اني لا اعطيه حقه كاملا الا اني لا اتخيل نفسي من دونه، هو طاعة قبل ان يكون قطعة قماش تسترنا. قرار ارتداءه كان من اسهل القرارات التي اتخذتها في حياتي، وكان ذلك في البكالوريا الذي صادف ليلة عرفة، ومن خلال مشاهدة برنامجي على شرعية الحجاب في صباح عرفة نويته صياما وحجابا وبقناعة. الحجاب قناعة شخصية ولا يتداخل مع الفن المحترم
الذي أقدمه. الحجاب يحملني مسؤولية وليس عبئاً. أن أكون حريصة في اختياراتي ومحترمة في تصرفاتي. ولكن أخبار انتشار خلعي للحجاب أخبار كاذبة، وهذه شبيهة لي، وهي فتاة تركية وليست أنا. وشكرا لكم. ودلوقتي يا جماعة هنعرف تفاصيل أكتر عن الفنانة منال حدلي، تابعوا معانا الفيديو للنهاية. كشفت الفنانة منال حدلي أن قرار اعتزالها الغناء أصبح في جيبها، بل على بعد خطوة واحدة فقط، معترفة بأنه ما ينفع غير الصح. كما ستتطرق منال في ذات الحوار إلى العديد من المواضيع، أبرزها كيف كان أرب أيدول ضربة حظ بالنسبة إليها، حدودها في مواقع التواصل الاجتماعي، أي مجال ستحترفه بعد الاعتزال، هل ستقدم عمليات التجميل في يوم ما وشرطها لتصبح ممثلة. أجابت: أنا إنسانة حساسة جدا ذات قلب طيب، أحب الخير للغير كما تحبه لنفسها، وما تسكتش أبدا على حقها. وعند سؤالها من هو أكثر فنان أو فنانة أثر فيك وفي نشأتك كمطربة، ردت قائلة: خلال فترة مراهقتي كنت من المعجبات بالفنانة رجاء مزيان، تحديدا لما كانت في برنامج ألحان وشباب عودة المدرسة نسخة 2017، كنت نتابعها بذاب ونتابع يومياتها، ومنها نشأ لدي حب الفن والشهرة. لألتحق بعدها بالمدرسة الأندلسية الراشدية في مدينة شرشال. وعند سؤالها: فرضا لو اعتزلت مجال الغناء، ما هو أقرب مشروع ممكن أن تفكر فيه؟ منال حدلي ردت قائلة وبسرعة ودون تفكير: إذا ما حدث واعتزلت الغناء، أكيد المجال الذي سأعود له هو مجال التعليم، لأني أحبه جدا ومتمكنة فيه، ولأني متحصلة على شهادة ماستر في الترجمة باللغة الإنجليزية. وعند سؤالها: هل تعتبرين أن للفنانة مدة صلاحية معينة مثل لاعب كرة القدم عليه أن يعتزل عندها؟ ردت قائلة: في الحقيقة الفنانة ليس لديها مدة صلاحية، لأنها تمتلك موهبة ربانية ممكن أن تبقى معها طوال حياتها. وعند سؤالها: في حال اتخذت قرار الاعتزال، هل سيكون القرار سهلا أم صعبا عليك؟ ردت قائلة: أعتقد أنه سيكون سهلا بإذن الله، لأنه في قلبي كاين إيمان قوي اللي راح يخليني نفكر في الآخرة قبل كل شيء، كما أنني على يقين أن جمهوري الذي يحبني ويتابعني سيكون سندا لي إنما كنت ويحبني كيفما كنت. بالتالي أنا متأكدة من أن جمهوري ما يحبش غير فني فقط، وإنما يحب منال الإنسانة. يعني قرار الاعتزال سيكون سهلا مدام جمهوري في اكتافي. نعم لدي حدود وخطوط حمراء في منصاتي على مواقع التواصل الاجتماعي. وعند سؤالها: من دون الدخول في تفاصيل أو أسماء، تبدو منال حدلي بعيدة عن الصراعات المتفشية في السوشيال ميديا، كيف تجدين نفسك داخلها مثل هذه المهاترات؟ ردت قائلة: ربما لأنني ومنذ أن قررت احتراف هذا المجال قررت أن أكون بعيدة عن الاختلاط، وفي حالي كما أن محيطي خارج هذا الميدان هو عائلتي، وعاطي وقت للتطوير من نفسي ليس للصراعات اللي ما راح تفيدني بولا شيء. وعند سؤالها:
ما هي الخطوط الحمراء التي تضعها منال عبر منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن المتابعين دائما ما يكون لديهم فضول وأنهم للاطلاع على يوميات المشاهير؟ ردت قائلة: أكيد لدي حدود وخطوط حمراء في منصاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن غير الفن أحب مشاركتهم جزءا من يومياتي، لكن ليس كل شيء، فأنا عندي الكوكعة الخاصة بي خارج المجال الفني، مثلا عائلتي ما نحبش نشاركهم أو نشارك الأوقات اللي نقضيها معاهم في المواقع لأنها تبقى حياة شخصية. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.